الحدث مع أحمد القماطي. اجتماع أعضاء مجلس النواب الليبي في العاصمة المصرية، انقسمت مواقف أعضاء مجلس النواب حوله إلى فسطاطين. القسم الأول يمثله أعضاء مجلس النواب المتشددين ورهط الانفصاليين الداعمين للسراج، والذين قرروا أن ينشئوا لهم برلمانا موازي ليرتع فيه فصيل الإخوان الإرهابيين. أولئك الذين يرون القاهرة عدوهم اللدود، كيف لا؟ وأرض الكنانة قصت أجنحة عملاء القطريين ووضعت حدا لفصائل المتشددين. القسم الآخر مثله بعض أعضاء مجلس النواب الداعمين للجيش. أولئك بث مكان انعقاد الاجتماع في القاهرة الطمأنينة في نفوسهم، كيف لا تفعل والقاهرة بيت العرب والباعثة على استقرارهم، مصر التي استذكر فيها ربما بعض الأعضاء الوطنيين قصيدة أحمد شوقي التي قال فيها: أحبك مصر في أعماق قلبي، وحبك في صميم القلب نامي. سيجمعني بك التاريخ يوما إذا ظهر الكرام على اللئام. شوقي قال إذا ظهر الكرام على اللئام، لكن ماذا لو حدث العكس وظهر اللئام على الكرام؟ أو إن استغل اللئام كرام الكرام؟ الحدث، أهلا بكم مشاهدينا. بيان لأعضاء مجلس النواب المجتمعين أثار عاصفة من الجدل، ووضع البيان الذي وصفه البعض بالمفخخ مجلس النواب مجددا في عين العاصفة. البيان يدعو أعضاء المجلس الذين لم يحضروا اجتماع القاهرة دعوة عامة وغامضة في الوقت ذاته، فدعوة جاءت بإطلاق دون أن تحدد طبيعة المستهدفين. هل مرحب أيضا بالإرهابيين؟ البيان دعا إلى جلسة في أي مدينة ليبية لتشكيل حكومة وحدة وطنية، فهل هي دعوة لتقاسم السلطة مع الإخوان المسلمين؟ هل ستكون هذه الحكومة بديلا عن حكومة الرئيس الثري أو بديلا عن حكومة السراج؟ وهل هي محاولة لسرقة انتصارات الجيش؟ أو محاولة بريئة لإيجاد حل للأزمة السياسية وجهدا لحلحلة العقد جميعها بلا استثناء؟ هل هي هجمة مرتدة شنها بعض الخبثاء مستغلين طهارة المكان ليوجهوا رصاصة باتجاه الشعب وقيادته؟ كيف لا وقد خلى البيان من أي ثناء على عمليات الجيش ولا عن تضحيات الشهداء؟ نقطة خبيثة أخرى كما وصفها بعض القارئين، لا أضع شيئا على ذمتي حتى أسهم في تقديم الصورة بجلاء. نقطة خبيثة يقول هؤلاء دسها من ظن أن الشعب مجموعة من الأغبياء، تمثلت تأكيدا على التمسك بالإعلان الدستوري في المرحلة القادمة. الإعلان الدستوري هذا هو الإعلان الدستوري المثير للاستياء، ذاك الذي خطته أنامل الإخوان فأوقع البلاد في دوامة من الأزمات، هي حتى الآن عصية على الحل وتقاوم الانتهاء. ونقول للشعب الليبي الشقيق أن مصلحة ليبيا هي مصلحة مصر، وأن أمن ليبيا هو أمن مصر، ومصر لن تتأخر أبداً عن دعمكم في كل ما هو مطلوب لحفظ الأمن والنظام العام في دولة ليبيا الشقيقة، وأن مجلس النواب يضع تحت تصرف الأشقاء في البرلمان الليبي وبدون أي تحفظ جميع إمكانياته وخبراته في سبيل تطوير العمل فيه. وأؤكد أن مصر لن تسمح بالعبث في أمن ليبيا من أي دولة في المنطقة أيا كانت، والتي أكدت على أهمية دور مجلس النواب الليبي وضرورة أن يكون أي حل الأزمة من خلاله. وأجرى المجتمعون عدة لقاءات تشاورية مغلقة، وذلك لمناقشة سبل تفعيل عمل مجلس النواب ليقوم بدوره على أكمل وجه، ومناقشة الأزمة الليبية الراهنة وسبل الحل الممكنة.
تحدث أنا بكم مشاهدين. أرحب بضيوفي في هذه الحلقة هنا في الاستوديو، دكتور علي تكبالي عضو مجلس النواب. أرحب أيضا بدكتور العربي الورفلي المحلل السياسي ينضم إلي عبر سكايب من باريس. أرحب بدكتور سهام سرجي عضو مجلس النواب، كما أرحب أيضا بالأستاذ محمد العباني عضو مجلس النواب، الأستاذ علي سعيدي عضو مجلس النواب، كما أرحب بالمهتم بالشأن العام الأستاذ أحمد الشاطر. أبدأ بداية معك دكتور، أهلا بك. أهلا وسهلا دكتور. رغم التقدير الكبير لدور مصر في استقرار ليبيا ودعمها ضد الجماعات الإرهابية، إلا أن اجتماعات أعضاء مجلس النواب في القاهرة أثارت عاصفة من الانتقادات. بداية، أنت لم تحضر هذه الاجتماعات، لكن حسب معلوماتك من حضر هناك؟ حضر الكثير من الأعضاء والعديد من الذين يذهبون ويجيئون من طرابلس، وحضر كثيرون من الشرفاء الذين نعرفهم جيدا ونعرف مواقفهم. أريد أن أقول أنني أشكر جمهورية مصر العربية وأشكر مجلس النواب والجمعية الوطنية على دعوتهم لهذا المجلس ومحاولتهم رأب الصدع، وهذا شيء نريده دائما. وأشكر الأعضاء الذين ذهبوا هناك بحسن نية، يريدون أن يكون هناك مجلس النواب قوي كما كان. بل أريد أن أقول الآن، بيان مجلس النواب، لا أعرف إذا كان الأعضاء يعلمون ما فحوى هذا البيان أو أنهم كانوا يشاركون فيه ويقصدون ما جاء فيه. النقطة الأولى، هذا البيان لم يشكر القوات المسلحة ولا الشباب الذين استشهدوا والذين قتلوا حتى من الطرف الآخر على الأقل تأسفا. لا أرى في هذا البيان شيئا من ذلك، وكأن مجلس النواب المهذب هذا المشتت يريد أن يهيمن على الساحة. هناك الآن جيش قوي هو الذي له الكلمة الفصل، وهناك شعب ينتظر الجيش كي يحسم الموضوع. تجاهله مجلس النواب وحط نفسه مكان كل أولئك، وكأنه هو الذي قام بهذا التحرير. ثانيا، يقولون أنهم يريدون الحوار. أي حوار يتكلمون عنه؟ لماذا لا يتعلم هؤلاء؟ ذهبنا إلى الصخيرات وذهبنا إلى غدامس، ثم تقولون نذهب إلى مدينة أخرى. لماذا لا تتعلمون؟ لماذا لا تريدون أن يدخل الشعب في مأساة أخرى بهذا الحوار التي تدعونه؟ ثم ألستم تعرفون أن مجلس النواب قد أصدر قراره بأن الإخوان المسلمين جماعة إرهابية أم لا؟ ألم تشاركوا في ذلك؟ لا نريد حوارا، انتهى الحوار. نحن الآن في مجال الحسم وليس الحوار. أنت فهمت دكتور أن هذا البيان هو دعوة للحوار مع جماعة الإخوان المسلمين وتشكيل حكومة وحدة وطنية بحضورها ومشاركتها؟ أولا، ليس هناك حكومة وحدة وطنية. هنا نتكلم نحن عن الحسم وعن القوات المسلحة، أنا لا أتكلم عن الإخوان وغيرهم. أنت قلت نريد أن نتحاور مع الكل وأن يأتوا إلى مدينة نختارها. أنت ليس لك القرار الآن، أنت بقيت في مجلس النواب 4 سنوات ثم تقول أن الحل من خلال مجلس النواب. ماذا يستطيع أن يفعل مجلس النواب؟ أفهمني يا أخي، ربما أنا لا أفهم، فهمني. تريد أن تقول أن هذا الحوار هو الحل. نحن ذهبنا إلى حوار وخسرنا فيه 4 سنوات، ثم رأينا أن الذين ذهبوا جميعهم لم يقوموا بالواجب ولم يتعظوا ولم يتشبتوا بالمواقف التي قالها مجلس النواب، وقال هذه خطوط حمراء. اجتمعوا مع المقاتلة واجتمعوا مع الإسلاميين المتأسلمين، ثم أتونا بحل ضعيف أتى برجل لا يستطيع حتى أن يقول كلمة لا، ثم يأتون ويقولون نعاود الحوار. أي حوار تتكلمون عليه؟ ثم هناك جهات أخرى تخرج علينا في وسائل الاتصال الاجتماعي وتضع قائمة بأسماء كأنها وزراء، وهذا رئيسها وهذا وزيرها وهذا وكيلها وهكذا. من قال لكم ذلك أنتم؟ من قال لكم أخرجوا بهذه الأسماء؟ إنها محاولة للتشويش والوقوف ضد القوات
المسلحة التي هي الآن على الأبواب، والحكومة التي نتكلم عليها سينشئها الجيش شاء أم أبوه، وسوف تكون هي الحكومة التي ستفعل التي ستجعل البلاد تقف على قدميها. أما هذه الكورسة التي يظنون أنها ستستمر، لا يا سيدي، هناك عمل جديد، وهناك أخلاق جديدة، وهناك نمط جديد من القيام من العمل لجعل هذا البلاد هذه البلاد تقف على قدميها أولا، ثم تكلموا عن ما تقتدرون أو تأتون به. فانتهى عهد الكورسة وانتهى عهد الكلام السابق. هل جاء بيان أعضاء مجلس النواب المجتمعين في القاهرة مخيبا للأمال دكتور؟ بالتأكيد، نحن رحبنا بأن يذهب الأعضاء الذين نعرفهم على أن يكونوا هناك حراسا للشعب، فذهبوا هناك وخرجوا إلينا بهذا البيان. ألومهم جميعا، ألومهم جميعا لأنهم لم يقفوا في وجه هذا البيان، رغم أني أعرف أن بعضا منهم لم يفهم ماذا حدث، وربما أتوا بالبيان كما هو. هل تعتقد أن هناك طرف ثالث إنجاز التعبير حاول استغلال نبل القاهرة ومواقفها الوطنية، وحاول أيضا استغلال بعض المواقف الوطنية الصادرة عن بعض أعضاء مجلس النواب الوطنيين ودس هذا البيان بينهم؟ يا سيدي، أنا أعرف من ذهب هناك، وكل مجلس النواب يعرف من هم. هناك الشرفاء وهناك الخبثاء في كل مكان، نعلم الأسماء ولا نريد أن نقولها الآن حتى لا نزيد الطين بلة، ولكن هناك أسماء ذهبت إلى هناك وربما هي التي دست هذا البيان وفرضته على الجميع. أنا أعرف بعض الأعضاء يذهبون ولا يتكلمون. أنت تذهب هناك لأن هناك شعب وراك، ويجب أن تقول الحقيقة في أي موقف، وأن تقف وتعترض حتى لو أن الجميع قالوا نريد هذا، تقول لا أريده لأنه لا يتماشى مع مبدئي. أرحب بدكتور العربي الورفلي المحلل السياسي. دكتور أهلا بك. مساء الخير دكتور أحمد، ومساء الخير لضيوفك الكرام ومشاهدين الأعزاء. دكتور، كيف تقيم البيان الختامي الصادر عن اجتماعات أعضاء مجلس النواب الليبي في القاهرة؟ أولا يعني بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، استغفر الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أنا متابع يعني في هذا البيان، فاستغرب البنود الواردة في هذا البيان. طبعا هي بنود متكررة، سيادة ليبيا وكرامة ليبيا والوئام الاجتماعي، ولن يكون هناك حل إلا من خلال مجلس النواب. هذه نقاط شبعنا منها وعرفناها وفهمها الشعب الليبي. النقطة الأهم ومربط الفرس هنا النقطة الخامسة. يأتون الآن 2019 يعني ونحن على نهاية 2019 من 2014، ويقول لك نحن بنشكل حكومة وحدة وطنية في مدينة نختاروها، يعني تكون طرابلس لتكون أي مدينة أخرى. هذا نية من وجهة نظري وكتبت عليه، يعني هذا جنون بقر، يريدون العودة بنا إلى مرض جنون البقر. أين هي الآن؟ يعني يحكون على حكومة وحدة وطنية، وقد خلى هذا البيان من إشارة ولو يسيدي على سبيل المجامل. نحن طبعا نشكر أخوتنا في مصر، ولكن يبدو أن الأخوة المصريين غايبة عنهم بعض النقاط الدقيقة، وغايب عنهم شوية الوضع المعروف. يعني ما فيش ولا إشارة للجيش الليبي على الإطلاق. يا سيدي، لما تحكي لي على مدنية الدولة، نحن متفقين فيها، هذا مدنية الدولة، مسار سياسي، لكن نحن الآن نخوض مسار عسكري، مسار أمني، وقاعدين نحن الشهداء الجنود يقارعون في ميليشيات على تخوم طرابلس، والأمور لم تستكمل بعد، وأنت مسبق لي العرس بردحة. العرس بردحة يعني واحد يرقص قبل العرس، ماشي للقاهرة وداير لي اجتماع أنا سميته وأطلقت عليه زردة. هو عبارة عن زرد. هو أصلاً أين هو مجلس النواب بالله يا دكتور أحمد والأعضاء وحاضرين؟ أين هو مجلس النواب المنقسم على نفسه؟ مجلس النواب انقسم، وهو أن الجماعة داروا لكم مجلس النواب في طرابلس. ثم من الذي أوصلنا إلى هذا المازق الآن؟ أليس هو مجلس النواب بمشاركته في حوارات سياسية سابقة؟ من الذي فرض علينا اتفاق الصخيرات؟ من الذي جلب لنا المجلس الرئاسي؟ وعندما جلبوا المجلس الرئاسي تم سحب البساط من مجلس النواب وأضعفوه، بعد أن كان سلطة تشريعية سياسية ممثلة للشعب الليبي تتمتع بالقوة وتتمتع بالاعتراف الدولي. أليس هو مجلس النواب الذي انقسم على نفسه؟ ثم من الذي كما ذكر الدكتور علي، من الذي حاور الإخوان؟ ومن الذي جلبهم؟ ومن الذي حاور القاعدة في الجزائر وفي تونس وفي المغرب؟ ما خلوا مكان الإمام الشولي حوارات
فضفاضة حوارات فاشلة جميعها. الآن يخرج لي ويقول لي نحن نبو تشكيل حكومة وحدة وطنية. أول الوحدة الوطنية والوحدة الوطنية دي خلوها بين قوسين، يعني بين قوسين، يعني إحنا بنولوا لمازق آخر، بنولوا للكولسة كما ذكر الدكتور علي، بنولوا للمحاصصة. لا يا سيد، هناك مبادرة مطروحة من القيادة العسكرية والشعب الليبي يدعمها، وهي مستوى سياسي، مسار سياسي. أيضا هناك المسار العسكري، مسار أمني. نحن الآن يا سيدي بعد انتهاء العمليات العسكرية، ما الذي سوف يحصل؟ نحن سوف ندخل في مرحلة انتقالية، مرحلة أنا أطلق عليها مرحلة تأسيسية، التأسيس. نحن لم نؤسس شيء، لا بمجلس النواب ولا منذ 2012. ما الذي نحن أسسناه؟ بالعكس، انقسمت المؤسسات على نفسها، انقسم مجلس النواب على نفسه. لدينا حكومات، لا ننسى حكومة الغويل وحكومة السراج وحكومة مش عارف منو ولا حكومة السيد التري في طب في البيضة. إذن هذا مازق يجب الخروج منه. التعددية هنا، تعدد المؤسسات. عندما ينتصر الجيش بإذن الله لدينا مسار سياسي سوف نطيه، عنوانه مرحلة انتقالية بسيطة لنحددها بدقة ولنحدد التواريخ لتكون سنة. لماذا لا يكون لدينا مجلس تأسيسي؟ نحن نريد إنهاء هذه الأسام يا أخي، هذه جتامة بركت علينا، مجلس النواب، المجلس الرئاسي، كل هذه الأسام نريد إنهائها. الشعب الليبي قد ضاق درعا منها. والله لو سألت الآن أي مواطن في الشارع سوف يقول لك أي مجلس النواب. مجلس النواب بالفعل كان يمثلنا في وقت معين، ولكن الآن أنا شخصيا ومعي كثير من الناس، مجلس النواب لا يمثلنا أبدا. نحن الآن دكتور أحمد دعني فقط يعني نقطة أخيرة حتى لا أطيل عليك، لماذا لن ندخل في مرحلة تأسيسية ليكن لدينا مجلس تأسيسي يمارس مهامه تنفيذية وتشريعية وتنبثق منه حكومة مؤقتة لإدارة الأزمة لمدة معينة؟ سوف يقولون لك ربما تدخل في انقلاب عسكري، أبدا. هو مسار مدني، مجلس تأسيسي يكون فيه جهاز تنفيذي الحكومة يتم اختيارها، وتأسيس لصياغة دستور معين، وكل ذلك بتشكيل. نحن نريد اختيار ناس وطنية. لا لا لا، الانتخابات خدعنا بها، لجنة الستين خدعتنا 40 شهر ولا كم، وهم حتى دستور ما كتبوه، وكتبوه يعني دستور مغلوط ودستور في كثير من العيوب. الآن بعد إن شاء الله انتصار الجيش وهو مسار عسكري أمني، فلتكون الأمور واضحة لدينا، ليكون لدينا مجلس تأسيسي به مجلس تنفيذي يمارس مهام تنفيذية، به مجلس تشريعي يمارس مهام تشريعية لإدارة أزمة مؤقتة، ثم ندخل في انتخابات رئاسية بلدية وانتخابات تشريعية. فليكن هذا. لماذا نحن نصر على بقاء هذه الأجسام؟ لماذا نصر حكومة وحدة وطنية سيد التتبي ممكن 6 شهور بس تشكل حكومة؟ المواطن الليبي خلاص يا ناس، المواطن الليبي فذ، المواطن الليبي يريد حلول. نحن نريد إن شاء الله بعد مسار العسكري والأمني، والجيش سوف يضمن ذلك. هذا سؤال أيضا، من يضمن أنت تو لما تشكل حكومة وحدة وطنية مش عارف في غات ولا في تراغن ولا في بنغازي، من يضمن الحكومة ومن يضمن سير عملها؟ حينضلك طرف آخر يقول لك حتى لي بشكل حكومة في زوارة، تضمن أنت شيء؟ هذا دعونا ندعم المؤسسة العسكرية، وأنا والله متأسف عليهم جماعة مجلس النواب، ولا إشارة للجيش. اطلعوا على مجلس النواب، بيان مجلس النواب. لماذا يعني؟ لماذا هذا التجاهل؟ هذا تجاهل كبير يجب أن نقف عنده. مؤسسة عسكرية تقدم في الدماء على تخومة طرابلس وقارعة الإرهاب في بنغازي، تجي أنت مقعمزي في فندق وتقول لي نبي تشكيل وحدة حكومة وحدة وطنية؟ من يضمن أنت عامل حكومة الوحدة الوطنية؟ من يضمن المسار السياسي؟ الجيش فقط هو الضامن، الضامن لتأسيس مجلس تأسيسي من البداية، ولتكون ندخل في مرحلة انتقالية تشبه المرحلة الانتقالية للمجلس الانتقالي، ولكن مع اختلاف المعطيات ومع اختلاف العوامل ومع اختلاف الأشخاص. لم نعد نؤمن بمرحلة انتقالية يتم اختيارها في مرابيع، ولا مرحلة انتقالية ندخل فيها في انتخابات مؤقتة ونخش في خزوق آخر. هذا كلام ما يصيرش مني. الجيش الآن يضمن المسار الأمني والعسكري، ثم يضمن المسار السياسي، فلتكن لدينا مرحلة انتقالية بسيطة. والجيش واضح، الجيش عمل مبادرة، الجيش قال لك أنا حكومة ومدنية وبشكل حكومة لإدارة الأزمة. يا سيدي المواطن اللي بيعاني، تجي أنت بالله مجلس النواب، بالله حكومة الوحدة الوطنية هذه تبي ممكن سنة باش أنت تشكلها، ودي لي حوارات أخرى في المغرب وحوارات في الجزائر وحوارات في مصر.
تراوح لي فدينا من هذه الحوارات. المواطن الليبي وصل الى الان. اسمح لي دكتور ان استمع الى وجهه نظر اخرى من دكتوره سهام سرقي وعضو مجلس النواب. دكتوره بدايه حدثيني عن اجواء اجتماعات اعضاء مجلس النواب في القاهره وظروف خروج هذا البيان. مرحبا بك سيدي، مرحبا بضيوفك الكرام. أول شيء أنا سمعت المداخلات من يهين السلطة التشريعية وخاصة عضو مجلس النواب فعليه أن يستقيل. فمش مجلس النواب إحنا ما فيش أمل فيه وما فيش كذا، هو ما زال يقف مزايا مجلس النواب، عليه أن يعلن استقالته. أما يدك راح في مجلس النواب يستفيد بالحكومة سواء في طرابلس أو في حكومة السنين ويقول والله مجلس النواب عجز، فهو أحد الأطراف. مشكلة مجلس النواب من المتطرفين والمتشددين من الطرفين، سواء كان من الذين يدعمون الجيش او الذين يدعمون حكومه الوفاق. هؤلاء المتشددين نحن سببنا مشاكل كثيره، وقعدنا ما يقارب من 4 سنوات واحد يرفض واحد كذا، وهم الاثنين مستفيدين من جميع الاطراف. فهؤلاء لابد ان يحجم اراهم وتحجم تصرفاتهم. مجلس النواب يتكون من ما اكثر من 150 عضو مجلس نواب. نحن عندنا ما يقارب 100 نائب ليسوا مع الطرفين. نحن لا ندعم الحرب وندعم قتال الليبيين ولا ندعم نفس الوقت حكومه موجوده في الغرب مسيطره على مجموعه معينه تستفيد منها بسيطه والبقيه تمدد ليبيا ما فيش اي استفاده. هذا شيء واضح. نحن تقريبا ما يقارب 100 نائب عندنا راي وعندنا صوت، نحن الذين نقرر. جميع مدن العالم يحترمون الجهه التشريعيه. الجهه التشريعيه التي تسن القرارات، من اضعف السلطه التشريعيه هؤلاء المتشددين وهؤلاء المغردون هنا وهناك يتكلمون يعني واحد الشخص اللي يتكلم هذا يبي يدير مجلس تنفيذي ومجلس تشريعي، انت كيف بتديرها؟ بس بتديرها انت مرحله انتقاليه. يا ست قصبه بالله سمحتي لي بالله غير الدكتور احمد. نعم. من الذي دعم مجلس النواب؟ الستي انت ذهبتي لطرابلس واستمرتي على مجلس النواب وجلستي مع الاخوان وما فيش كلمه ما قلتيها ضد الجيش ومشيتي كذا؟ نحن ناس على حال ومن حقنا الانتقاد. مجلس النواب مؤسسه فاشله على الاطلاق يا ست ترقيوه. انت من ومن معك من افسلتم مجلس النواب. مش ذهبتي لطرابلس وتحالفتي مع الاخوان وقلتي بندير مجلس نواب اخر ومشيتي تعانقي في المجلس الرئاسي؟ هذا كله اضعف مجلس النواب. نحن ناس على حالنا مدنيين من حقنا ننتقد، ولكن لما جيت وانت يا سرقي وبتقولي لي حكومه وحده وطنيه يفتح لك ربي، وين الحكومه الوحده الوطنيه؟ دعنا نفسح المجال لدكتوره سهام سرقي ولو سمحت الدكتور لتكمل حديثها ثم نفتح باب النقاش معها وافسح المجال ايضا للتعليقات عليها. دكتوره واصلي حديثك لو سمحتي. يا سيدي نحن دعمنا الاتفاق السياسي ونحن متفقين ونحن دعمناه واكثر 102 نائب، ولكن وسحبنا الثقه من حكومه الوفاق نتيجه للتقصير. نحن هذا راينا كاعضاء مجلس النواب. اما تقولي تحالفت مع اخوان، ما تحالفتش مع اخوان. الاخوان لما قرر مجلس النواب بالاجمعيه بانهم ارهابيين هذيك الساعه نوقفوا عليها. مجلس النواب ما زال لم يقر بان الاخوان ارهابيين. هذه لما يقر عليها 120 نائب ولا بنصاب معين هذيك الساعه تعال كلمني. انا نشوف في بالنسبه للاخوان نفس زبط اي حزب موجود اخر، اتفقت معاه او نقتلهم، انا اكثر وحده مقتنطه معاهم، والكل كل هذا عارفه. انت لا تعتبرين جماعه الاخوان المسلمين متورطه في دعم القاعده وداعش وسببا في انقلاب فجر ليبيا المشؤوم، سببا في خراب البلاد ونهب خيراتها وثرواتها؟ يا سيدي لما هيئه الامم المتحده والمجتمع الدولي يقولوا انهم مرابيين انا على عيني وراسي، لكن تقولي انت ما خليش هذا وانت تعاملتي مع هذا وضربتي هذا. نحن اعضاء تشريعيين، مجلس النواب فيه كتل واطياف مختلفه، فيه اعوان النظام السابق الذين عندهم فقد وغل مجرد انهم يبغوا عمليه انتقام، وفيهم الوطنيين. لكن قبل اسابيع قليله فقط مجلس النواب اعلن تصنيف جماعه الاخوان كمنظمه ارهابيه. ما كانش في نصاب يا سيدي، مش بالنصاب هذا. لما تجيني 30 واحد ولا 15 واحد تقول حكومه ارهابيه، النصاب فوق ال 90 لابد ان يكون، باش انك تعتبر النصاب. يعني تكون جلسه بنصابها عشان انت تعرف الشخص بتاخذ القرارات الجيده. بغض النظر عن رايي فيهم، هذا خلينا في الكلام الصح، انت تبي تسالني على الاجواء في جمهوريه مصر. جمهوريه مصر دعت اعضاء مجلس النواب المعتدلين. ووجهت دعوه لجميع اعضاء مجلس النواب. اكثر من 75 نائب لبوا الدعوه. نحن همنا الوصول الى حل سياسي
عن طريق السلطة التشريعية ويرضي الجميع، ونوقف نزيف الدم ونزيف الاقتتال الأخوة الليبيين والدمار. نحن هذا هو الهم بتاعنا، نبي نطلب حكومة وحدة وطنية يشارك فيها جميع الأطراف الليبية. هذا هو القصد منا. 75 نائب اتفقنا، حاولنا نديره بيان متوازن يرضى عليه الجميع. الأيام القادمة أو في نهاية الشهر ممكن مجموعة مجلس النواب الموجودين أو المجموعة المقاطعة أو المجموعة اللي كونوا مجلس النواب في طرابلس ممكن يجوا يجتمعوا معاهم، والمرحلة الثالثة حيجتمعوا جميع أعضاء مجلس النواب. طيب لكن لماذا تعتقدون الآن دكتورة أنكم قادرون فعلا على فرض الحل السياسي بهذه الطريقة وبهذا الأسلوب، رغم أن الأزمة السياسية بدأت قبل 5 أعوام مع انطلاق انقلاب فجر ليبيا، وهي 5 أعوام كذلك التي تمثل أو تشكل عمر مجلس النواب؟ خلال هذه السنوات الخمسة أين كنتم من هذه الأزمة السياسية، ولماذا لم تسهموا في حلها؟ لا ما بدناش أنت أين كنتم، يعني نحن كنا موجودين وحاولنا إسقاط حكومة الوفاق وحاولنا إسقاط حكومة الفريق وحاولنا، ونحن عندنا مشكلة مع المتشددين من الطرفين، وكل واحد يدعم في حكومة وكل واحد مستفيد. طيب لكن هذه المشاكل التي تتحدثين عنها وترصدينها الآن وتعللين بها سبب فشل مجلس النواب في إيجاد حل الأزمة السياسية لازالت مستمرة إلى الآن، بل وأكثر عمقا. مجلس النواب الآن منقسم، بعض أعضائه شكلوا مجلسا آخر موازيا وشكلوا قيادة جديدة له. الآن كيف تعتقدين أنكم فعلا قادرين على تقريب وجهات نظر رغم أن الهوة زادت في الاتساع؟ يا سيدي نحن حلفنا على وحدة ليبيا ووحدة الشراب الليبي، ونحن لم نشارك، أغلب النواب لم نشارك في برلمان آخر وندفع في انقسام ليبيا. هذا شيء واضح، يعني متفقين عليه معظم أعضاء مجلس النواب. لما تم إعلان على الحرب بمجموعة قليلة أغلب مجلس النواب قاطعوا طبرق وقاطعوا طرابلس. وبعد سفك الدماء ومرت 4 أشهر بدون حسم وبدون أي شيء، كان لابد من تدخل مجلس النواب ووضع حد لهذا الحرب وهذا الاقتتال. كان لابد من وضع حد لهذا الحرب وهذا الاقتتال. وطلعنا بمبادرة زي أي مبادرة آخر، الجيش قدم مبادرة، الفراش قدم مبادرة. هذه مبادرة مجلس النواب. هل هي موجهة لجميع أعضاء مجلس النواب؟ بمعنى أن اليد ممدودة أيضا للأعضاء المشقين والمقاطعين والأعضاء الذين شكلوا الآن برلمانا موازن في طرابلس؟ نحن يدنا موجودة لجميع أعضاء مجلس النواب، عليهم اجتماع لأن عليهم بإنقاذ ليبيا. نحن حلفنا على تكوين دستور ومسار سياسي وتبادل سلمي على السلطة ومدنية الدولة. هذه الأشياء نحن متفقين عليهم، ووقف نزيف الدم لا بد من هذا النزيف أن يقف. طيب أنتم تريدون تشكيل حكومة وحدة وطنية، هكذا نعم. ذكرتم في البيان الصادر عنكم في ختام الاجتماع دكتورة، هذه الحكومة هل ستضم أيضا جماعة الإخوان المسلمين وبعض أعضاء مجلس النواب المتشددين الداعمين للتنظيمات الإرهابية؟ أنا من شان ما كيف الكلام اللي تقول فيه الجملة الطويلة هذه، نحن أعضاء مجلس النواب قتل في مجلس النواب. لو سمحتي، أنت غير قادرة على تقييم سؤالي، أنا حر في الطريقة التي أسأل بها وأنت أيضا حرة في الطريقة التي تجيبين بها على سؤالي. أنا سألتك هل هذه الحكومة التي تريدون تشكيلها هل هي أيضا دعوة مفتوحة لكافة أعضاء مجلس النواب من ضمنهم المتشددين الذين دعموا الآن الحشد الميليشيوي؟ يا سيدي وعندك انت مش المتشددين يدعمون في الحرب، انا في المنطقه الشرقيه نعم متشددين من الطرفين لهم الحق انهم يشاركون انهم يدخلوا في يعني انت تصنفين زملائك اعضاء مجلس النواب الداعمين للجيش بالمتشددين؟ اقفلت الخط. شكرا جزيلا لك. لا اعرف ما اذا كان الشخص يعني في هذا المناخ الديمقراطي قادر على التعبير عن نفسه، افسحت لك المجال، لكن يبدو أنك فضلت عدم الإجابة على هذا السؤال. أعود إلى دكتور علي التكباري، كيف تعلق؟ يا أخي أنا صمت عن الكلام. أنت تدافعين عن الإرهاب وتقولين هؤلاء سوف يدخلون معنا في حكومة وطنية بعد أن جربنا ورأينا ماذا فعلوا بالليبيين. أنت تريدين من هؤلاء أن يأتوا إلينا وأن يطغوا علينا لأننا متشددين. الشعب الليبي يعرف من هو المتشدد ومن هو الذي يقف على الخط الصحيح. ثم أريد أن أقول للسيدة سهام، أنت قد أقسمت على حماية الشعب في الدستور وفي القانون
وفي القسم وفي كل مكان، فلا أنا لا أراك تفعلين ذلك. أنت تتركيننا وتذهبين إلى طرابلس وتتحدثين مع المتشددين هناك وهم أصحابك ونحن المتشددون. إذن هناك خلط في الموضوع وهناك عدم فهم، وهؤلاء هم الذين يعيشون خارج التاريخ، وهؤلاء الذين هم يحفرون قبر مجلس النواب، لأن القيادة في الجيش سوف ترى أنه لا فائدة من مجلس النواب فسوف تتجاوزه وسوف تلغيه كما تلغي الأسام الأخرى. هي في بداية الحلقة وفي بداية حديثها وجهت كلامها مباشرة لك دكتور، وأعتقد أنك لم تكن في الاستماع وقتها. هي وصفتك بالمتشدد، نعم، ودعتك أيضا للاستقالة من مجلس، نعم، النواب. أنا أستقيل. قالت كيف تنتقد مجلس النواب وأنت عضو فيه؟ أنا أستقيل من مجلس النواب حينما أعرف أن شعبيتي قد نزلت إلى الحضيض، أما حينما أرى الناس يكلمونني كل يوم ويثنون علي بعكس ما يفعلون معها، فأنا أعرف أني سأبقى في مجلس النواب لأدافع عن هذا الشعب الذي يريدني أن أبقى. إذن أنا من مؤيد القوات المسلحة لأنني بقيت في مجلس النواب 4 سنوات ولم أرى إلا الفساد، ولم أرى إلا الهراء، ولم أرى إلا الجهل. حاولت كثيرا مع بعض الناس، ولكن هناك الكثير منهم أيضا من الذين لا يسيرون، نعم، إلا حينما يأمرهم الآخرون. هي تصف نفسها بالمعتدلة إضافة إلى عدد آخر يشاطرونها وجهة نظرها. هل تعتقد فعلا أن وصف المعتدل ينطبق عليهم؟ يا سيدي، أي اعتدال تتكلم عنهم حينما تقبل السويحلي وهو الذي يدفع بالميليشيات لكي يقتلونا؟ وأي اعتدال حينما تجلس في بجانب السيد الكبير كي تقبض دولارا؟ من قبل عبد الرحمن السويحلي؟ من قبل عبد الرحمن السويحلي؟ بالضرورة ليست تقبيلا أو تباوس كما نقول، ولكن أن تجلس بجانبه وبجاربه وتعانقه أو تحييه بحرارة، فأنت تقبل مجرما. طيب، أن تقبل بادي، أنت تقبل مجرما. أن تقبل بشاغة الذي أهدر دم الليبيين في طرابلس، أنت مجرم. هذه هي كلها ما أقولها أنا. أنا لا أجلس مع هؤلاء أبدا، ولا أستطيع حتى أن أتحدث معهم دفاعا عن إخوة الليبيين في طرابلس التي أمثلها. دكتور العربي الوفلي، أعرف أنك تريد التعليق، لكن اسمح لي أن أستقبل الآن الأستاذ محمد العباني عضو مجلس النواب. أستاذ محمد، أهلا بك. أهلا بك وسهلا، وانتهز هذه الفرصة أن أحيي متابعيكم ومشاهديكم أينما كان. تفضل أستاذ محمد، كيف تقيم البيان الختامي الصادر عن اجتماعات أعضاء مجلس النواب في القاهرة؟ هذا البيان جاء نتيجة تفاعل بين أعضاء مجلس النواب، قبلوا الدعوة للحضور إلى القاهرة، قاهرة المعز، تلبية لما توجه إليه الإخوة المصريين في الدور الذي يقومون به، وهو دعم الشعب الليبي، سواء الدعم السياسي أو الدعم الاجتماعي أو الدعم العسكري، على كل الوسائل وعلى كل الصعد. جئنا وحضرنا هنا لمدة 3 أيام. طبعا الحاضرون هنا والذين بلغ عددهم حوالي 72 نائب يختلفون في التوجه، ويختلفون في التقييم، ويختلفون في الرؤى، ولكن الجهود المصرية من قبل اللجنة الوطنية التي تمسك الملف الليبي قد ساهمت بدور كبير في تقريب وجهات النظر، بحيث تم الوصول إلى ما وصلنا إليه في هذا البيان الختامي. لم يكن الأمر سهلا ولا بسيطا في ظل التناكفات وفي ظل الفراغات التي حدثت بين أعضاء مجلس النواب خلال هذه الفترة، والتي يردها البعض إلى ما يقوم به الجيش الوطني الليبي النابع عن القيادة العامة للقوات المسلحة من تنفيذ لأهم قرار أصدره مجلس النواب، وهو القرار رقم 7 لسنة 2014 بحل التشكيلات العسكرية ونزع سلاحها
وإعادة توزيع منتسبيها إلى قطاعات الاقتصاد في المجتمع الليبي. أستاذ محمد لو سمحت لي، الكثير استغرب لماذا خلى هذا البيان من أي إشارة أو ثناء على المعركة ضد الإرهاب أو لدور الجيش وتضحية الشهداء؟ عزيزي، خلو هذا البيان من هذه الإشارة ومن تحية القوات المسلحة والرحم على شهدائها كان بسبب قبول هذا البيان في شكله الحالي. لم نكن لنستطيع أن نصدر بيانا لو تمسكنا بالإشادة بالقوات المسلحة. نعم. وأنا شخصيا قد قاطعني الكثير منهم في حديثي عن القوات المسلحة. ووصل هذه الملاثنات إلى أشياء كادت أن تنسب الجهود المصرية في هذا اللقاء الذي توصلنا من خلاله إلى هذا البيان. دكتور، بعض أعضاء مجلس النواب الذين حضروا اجتماعات القاهرة كانوا معارضين للجيش، وأيضا تدخلوا لوقف حديثك عندما ذكرت طبيعة المعركة ضد الإرهاب ودور الجيش فيها. نعم. طيب، إذا كانت البداية بهذه الطريقة، بمعنى أن البيان خلى من الحديث عن دور الجيش في المعركة ضد الإرهاب وتضحيات الشهداء لمحاولة ربما تقريب وجهات النظر أو كسب الطرف المتشدد الآخر الداعم للإرهاب، إذن كيف نتوقع عمل أي حكومة يتواجد فيها هؤلاء مستقبلاً؟ النظرة إلى ما يدور على تقوم طرابلس مختلفة اختلافا كبيرا بين المؤيدين للجيش والمعارضين له. والمعارضين للجيش طبعا هم مؤيدين للتحالف الميليشياوي الذي يقوم بوضع العراقيل أمام الجيش في دخوله إلى طرابلس وتطهيرها من الميليشيات الإرهابية ومن المجرمين المطلوبين دوليا ومحليا. هؤلاء مستفيدون استفادة كاملة من وجود هذه الجماعات المسلحة تحقق مصالحهم وتحمي مراكزهم، وبالتالي سيستميتون على استمرار هذه الحرب أو على استمرار عرقلة الجيش ووضع العراقيل أمامه في دخول طرابلس. ولكن الجيش عازم أو عاقد العزم على تحرير طرابلس وتطهيرها من الإرهاب. قبلوا أم رفضوا، شاءوا أم أبوا، الجيش سينتصر حتما وسيدخل طرابلس وسيطهرها. هو هناك العديد من التساؤلات دكتور، وأشكرك على صراحتك في الحديث وعلى نقل كواليس اجتماعات أعضاء مجلس النواب في القاهرة. بعد قليل سوف أفصل معك الحديث في نقاط عدة ذكرها هذا البيان، لكن اسمح لي أن أعود إلى دكتور العربي الورفلي مجددا. دكتور، أريد أن نفسح لك المجال لو كان لديك أي تعليق على دكتورة سهام سرقيوة، وأيضا كيف تعلق على حديث دكتور محمد العباني؟ هو قال أنه عدد من الأعضاء المتشددين الداعمين للإرهاب رفضوا الإشادة بدور الجيش وتضحيات الشهداء، لذلك خلى البيان الصادر عن هؤلاء المجتمعين في القاهرة من أي إشادة بدور الجيش. إذا كانت هذه البداية، برأيك ما المنتظر من أي حكومة يشارك فيها هؤلاء المتطرفين؟ نعم دكتور أحمد، أنا استغربت من السيدة سهام سرقيوة وإقفالها الخط الهاتفي. هؤلاء عندما تحاصرهم بالحقيقة يهربون، فهي قد هربت يعني، وأنا الربيع باين يعني، واضح الأمور واضحة، حضور سرقيوة ومعها أطراف آخرين، وكلام الأخ الآن العباني واضح أن صارت خلافات داخل الاجتماع، وأن البيان هذا غامض، وأن البيان هذا كانت المفروض يكون فيها نقاط أخرى تم إسقاطها من ضمنها نقطة الجيش. هؤلاء يا سيدي الكريم لا يريدون دعم المؤسسة العسكرية. كلام السيد العباني واضح جدا وواضح للشعب الليبي بأن فعلا في أطراف ذهبت إلى القاهرة ربما لغرض إصدار مثل هذا البيان.
أنا سؤالي هنا، هم يتحدثون عن حل الأزمة السياسية ويتحدثون عن سيادة ليبيا وكرامة ليبيا، بالله أنتم بعيدين كل البعد عن هذا. أنتم لم تتوصلوا إلى إصدار بيان، يعني نقطة معينة، جملة تصيغوها، بالله كيف أنتم تبوا تحلوا أزمة ليبيا الممتدة من سنوات خلت وحوارات وحوارات، وضيعنا وقت وضيعنا المواطن الليبي وضيعنا بلادنا وضيعنا سيادتنا وضيعنا كرامتنا وضيعنا كل هذه الـ 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 الأمور. يصبون جام غضبهم دائما على المؤسسة العسكرية التي تقارع بالفعل الإرهاب وتقارع بالفعل ميليشيات عسكرية، ميليشيات مؤدلجة مجرمة أضرت بالشعب الليبي. نحن يا سيدي واضحين، نحن كشعب ليبي، كشعب ليبي، أنا لا أتكلم، لست لدي أي صفة، كشعب ليبي واضحين، الشعب الليبي يريد حلول، يريد حلول ويريد إزاحة كل هذه الوجوه. عندما تتحدث الآن عن حكومة وحدة وطنية، كيف سوف يتم تشكيل هذه الحكومة؟ نحن نريد ربما 16 أو سنة يا أخي باش تشكل لي أنت الحكومة، ويبدو في انقسامات من بين طرابلس وبين بنغازي وبين سبها وبين مش عارف يمشوا حتى للجزائر ولا أيضا على برنامج عمل هذه الحكومة وطبيعة المشاركين فيها. هل ستضم أيضا أمراء الحرب وقادة تيار الإسلام السياسي المتشددين والإرهابيين؟ بالتأكيد، لأن هم بيسموها حكومة وحدة وطنية، بيجلبوا لنا ناس يعني آخرين وبيجلبوا لنا كذا باش يقعدوا على أسطور الشعب الليبي. هذا أنا نعتبر البيان والنقطة الخامسة وما يفعله الآن بعض أطراف النواب وليس الكل. أنا مجلس النواب به أشخاص وطنيين أحترمهم وأجلهم ويفهمون الواقع ويفهمون ما نرمي إليه. هناك أطراف الآن تريد الاستمرار، تريد ضمان البقاء. كيف بيضمنوا البقاء؟ والله قال لك نحن عندنا هذا جسم المنتخب. باي طيب، أنا كمواطن ليبي جسم منتخب، ولكن يا أخي جسم منتخب منذ 2014، لا نحن في 2019. يا ناس قدمتوا أنتم الحوارات، قدمتوا المشاريع وقدمتوا القرارات، هل وصلتم إلى حلول؟ الشعب الليبي لحد الآن يعاني منذ سنوات. 2014 بالفعل نحن دعمناكم بقوة، ويمثلني وجملة يمثلني هذه بتسعة التواصل الاجتماعي في كل مكان، كنا نبرعوا مجلس النواب تمام، مجلس النواب سلطة تشريعية، سلطة سياسية معترف بها. ماذا فعل بكم بعد ذلك الأطراف التي هذه سرقوا وتتحدث عنهم؟ سحبوا من تحتكم البساط وشكلوا مجلس رئاسة وشكلوا حكومة رغم عن أنف مجلس النواب، لم تحظى هذه الحكومة بالاعتراف الدستوري حتى هذا التاريخ، وشكلوا وزراء مفوضين ولعبوا في البلاد تسعة ومؤسسات تحتهم والمال تحتهم وكل شيء تحتهم، وانت مجلس النواب يوم جلسة في طبرق ويوم حرجانين في طرابلس ويوم مش عارف وين ماشيين للقاهرة ويوم انظر وين ويوم تليه عليكم. تراجعوا على الأقل، تراجعوا وخاطبوا الشعب بلغة صريحة، بلغة لقد فشلتم. الآن المبادرة الموجودة هي المبادرة الأمنية العسكرية، بعد ذلك لكل حادث حديث. أنا استغرب هذا التوقيت بالذات، يقول لك والله إحنا بشكل حكومة وحدة وطنية، إحنا وين وانت فين؟ إحنا غير نحزوا تو الآن إن شاء الله الجيش على تخوم طرابلس، غير نحزوا هالملعب هذه الميليشيات اللي أنت يا مجلس النواب ساهمت في جلبهم. من اللي أعطاهم الفرصة في الحوار في الصخيرات وفي الجزائر وفي تونس؟ أليس هو مجلس النواب كان يجلس معاهم؟ هؤلاء ما كانوش يمثلوا ميليشيات؟ الإخوان مش كانوا يمثلوا ميليشيات؟ القاعدة مش كانوا يمثلوا ميليشيات؟ من اللي جلبهم؟ من اللي جابه لنا؟ من اللي جاب اتفاق الصخيرات؟ وفي نهاية الأمر ارتد اتفاق الصخيرات على مجلس النواب، أصبحت سلطة ضعيفة. الآن كما قلت لك وأكرر هنا، والجيش طارح مبادرة أيضا، هناك مبادرة الجيش قال لك نحن مسار سياسي. الجيش بارك الله فيه فاهم منذ البداية، قال نحن لا نتدخل في الشأن السياسي، فقط نريد حكومة سياسية. كيفية تشكيل هذه الحكومة؟ والله نحن مرحلة انتقالية سيد سرقاو وبندخلوا فيها، احنا رانا ما تجاوزنا هالمرحلة الانتقالية. يعني شنو درنا انتخابات، درنا دستور، ما درنا شيء، قاعدين نلعبوا على بعضنا من 2011. القيادة العسكرية الآن تخوض المسار العسكري، المسار الأمني، وهذا هو المهم. لا أمن ولا ضمانات لأي حكومة يا سيد سرقاو والحكومة الوحدة الوطنية، هذه بعدين يخشوا لكم فيها الزيقرة. انتبهوا، يعني من يضمن هذه المؤسسات؟ من يضمن السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية هو الجيش. الآن عندنا مسار عسكري، بالله يفهمني يا أستاذ أحمد. سوف أعود. دقيقة أعطيني بس. تفضل. كانت مجلس تنفيذي ومجلس تشريعي، لا يا ست. نحن ما زلنا في مرحلة انتقالية. هذه المرحلة تتطلب التأسيس. والله تأسيس من الصفر، تأسيس مؤسسات.
وحدة المؤسسات، هذا أهم شيء. مجلس تأسيسي تنبثق عنه حكومة لإدارة الأزمة مدة سنة أو ستة أشهر، يكون في دستور ونخشوا على انتخابات تشريعية، والحمد لله جيشنا ضامن لكل شيء، ضامن لهذه المؤسسات، ضامن للحكومة، ضامن لل... أنت الآن بتدير حكومة وحدة وطنية، لو مجلس النواب أصدر قانون الانتخاب والله ما في واحد محترمة. مجلس النواب يا ناس فقد الفاعلية، أنا لا أقول شرعية لأنه ما زال منتخب، ولكن فاقد الفاعلية نتيجة هذه الانقسامات الحاصلة. مجلس النواب يصدر قانون الانتخاب، من بيحترمه ولا من بيقب؟ لكن الآن دعونا الآن ننهي المسار العسكري الأمني، وهذا هو الحل الآن الذي يراه المواطن الليبي. تديروا استفتاء يا دكتور أحمد عن طريق قناتكم وشوفوا الناس شو تقول، شوفوا الناس شو تقول. أنا نتلقى في اتصالات قال يزود بيديروا حكومة واحدة وطنية. شنو هذا يا شفاعة يا رسول الله؟ بنبدو في زي ما قلت لك في جنون البقر منذ البداية، وحوارات منذ البداية، هذا ما يجيش من الكلام. طيب نحن نريد حلول، مسار عسكري يستمر إلى جانب مسار تأسيسي. لا حديث عن أي حكومة وحدة وطنية قبل الانتهاء من تحرير البلاد من التنظيمات الإرهابية، هذا ما أفهمه من حديثك دكتور، وأيضا من حديث دكتور علي التكبالي ومن حديث دكتور محمد العباني عضو مجلس النواب. لكن اسمح لي أن أستقبل الآن وجهة نظر أخرى من أحد أعضاء مجلس النواب الأستاذ علي السعيدي. أستاذ علي أهلا بك. أهلا وسهلا فيك ومرحب بك ومرحب بضيوفك الكرام. أستاذ علي، كيف تعلق على حديث دكتور محمد العباني؟ هو كان صريحا جدا وفضح جانبا كبيرا من كواليس اجتماعات أعضاء مجلس النواب في القاهرة. هو ذكر أن هناك عدد من المتشددين الداعمين للميليشيات الإرهابية عرقلوا الإشادة بالجيش وبتضحيات شهدائه. هؤلاء إذا كانت هذه هي البداية معهم، وهؤلاء أيضا يطمحون إلى تشكيل حكومة وطنية كما ذكروا في الفقرة الخامسة من البيان الختامي الصادر عنهم، كيف تتوقع شكل أي حكومة يشارك فيها هؤلاء؟ أولا سيد أحمد تحية لك وتحية لمشاهدي الكرام من محله. وفي واقع الأمر في بيان القاهرة، أنا كنت في القاهرة ولكن لم أكن من ضمن المشاركين. بكل تأكيد هذا البيان هزيل جدا. بعض يتحدث على تشكيل وحدة وطنية، أنا دائما يعني أقول وأكرر أزمة ليبيا هي أزمة أمنية. نحن بحاجة إلى أمن البلاد، ومن ثم نتطرق إلى ما يسمى بحكومة وحدة وطنية. ما حصل في القاهرة ربما ما ورد السيد العباني بالفعل هي أشخاص القاهرة وكانوا يعني داعمين حقيقي للميليشيات المسلحة، كانوا على تواصل تام بزعماء الميليشيات وأيضا زعماء أطراف أخرى من يقودون المشهد داخل مدينة طرابلس، كانوا يعرقلون كل ما يذكر الجيش الليبي، يعرقلون مسمى الجيش. وبكل تأكيد أنا متأكد أتوا إلى طرابلس، أتوا إلى القاهرة لغرض التشويش على هذا الحضور. ولكن أنا أقول لك سيد أحمد والمشاهدين الكرام، بالدرجة الأولى أنا يعني ما حصل في القاهرة، أنا كنت أرحب بذهابي للقاهرة ولكن في واقع الأمر لم تكن هناك دعوة رسمية مرسلة. الشيء الأهم من ذلك أنا أشكر القيادة المصرية قيادة وشعبا بالأمس القريب عندما نستمع إلى بعض الإعلام المضلل وخص بالذكر بعض القنوات مثل بانوراما ومثل أيضا قناة ليبيا الأحرار والوطنية، والكثير يتحدث أن القيادة المصرية تدعم طرف. اليوم القيادة المصرية حقيقة الأمر اتضح أن هي تدعم في الشعب الليبي وليس تدعم في طرف على الآخر. أما ما حصل وما زال يحصل في طرابلس، حقيقة الأمر هذه الجماعات تسعى باعتقادها لإطالة الأزمة. أقول لك صراحة لا أحد يستطيع إنهاء الأزمة ويعرف مدى تنتهي الأزمة في ليبيا إلا القيادة العامة للجيش الليبي، وهي التي تحارب الإرهاب دون استحاء عن الشعب الليبي. وأنا أؤكد لك دائما أدعم هذا المسار، لا وقت للتحدث في المسار السياسي الآن. نحن في أزمة أمنية بامتياز، على الجيش الليبي استكمال مهام العسكرية لتطهير البلاد من الجماعات الإرهابية أينما وجدت. أيضا أحمل القيادة العامة لاستكمال مرحلتها في متابعة كل قطعة سلاح خارج مخازن المؤسسة العسكرية. التيار المتشدد الداعم للتنظيمات الإرهابية الذي أكدت قبل قليل أن عددا من أعضاء مجلس النواب كانوا أيضا على تواصل مع قيادات إرهابية مسلحة أثناء اجتماعهم في القاهرة، هؤلاء هم الذين فرضوا كلمتهم؟
هؤلاء هم الذين صاغوا هذا البيان بهذه الكيفية وهذه الصورة؟ والله شوف أنا لست من المشاركين يا سيد أحمد، ولكن علمت أن هناك مشادات كلامية حصلت في قضية وقف إطلاق النار. الكثير من أعضاء مجلس النواب الداعمين لكلام الجيش الليبي والمؤسسة العسكري بامتياز رفضوا هذه الجملة فيما يخص قضية وقف إطلاق النار. نحن ندرك إطلاق النار هذا اليوم بيد الشعب الليبي، وعندما أقول الشعب الليبي اللي هو القيادة العامة للجيش الليبي المنتقم مجلس النواب، ونحن كأعضاء لازلنا داعمين لهذا المشهد، ولن تتوقف الحرب حتى تنهي كل مهامها داخل طرابلس وداخل ضواحي طرابلس وأيضا ما بعد طرابلس. أما قضية من أتى ويتحدث عن المؤسسة العسكرية من الغرب الليبي، هذه الجماعات هي جماعات نفعية لا قيمة لخطاباتها، ونحن لسنا مستمعين إليها. أما قضية البيان إذ أؤكد لك ربما هناك خلافات صارت ما بين بعض الزملاء تكتب هذه الجملة وتفرض هذه الجملة، البيان في خلل كثير. على سبيل المثال عندما يتحدثون على وحدة تراب الليبي، اليوم هم فاتحين غرفة في طرابلس، أي وحدة تراب الليبي هذه؟ ما تم فتحه في طرابلس ما يسمى مجلس النواب طرابلس هو ندل على شيء، البحث على انقسام. الشيء الآخر يتحدثون على قضية الإعلان الدستوري والمحافظة عليه، أي محافظة على الإعلان الدستوري؟ إذا كان هم ذهبوا إلى طرابلس أيضا وفتحوا غرفة لمجلس النواب، فهذه الجماعة متلونة، هذه الجماعة لا تريد الاستقرار. وأنا أؤكد لك سيد أحمد وللشعب الليبي عليكم بالوقوف والدعم لمؤسستكم العسكرية المنقذ الوحيد لليبيا وللشعب الليبي، غير ذلك فأرى أن حقيقة كل هراء ومضي على الوقت، على الجيش أن يستمر دون تردد في ذلك. الو دكتور علي السعيدي عضو مجلس النواب، اشكرك جزيل الشكر. انتقل الان مجددا الى دكتور محمد العباني عضو مجلس النواب. دكتور، هل انت معي دكتور؟ طيب قبل ان نعود الى دكتور محمد العباني، ايضا ضيفي في الاستوديو لديه تعليق، الدكتور علي تكبالي، تفضل دكتور. النائب العباني من النواب الشرفاء المؤيدين للجيش، أنا ألومه وألوم كل الذين ذهبوا معه ووافقوا على هذا البيان. خير لنا أن لا يخرج هذا البيان من أن يخرج بهذه الطريقة فيقول شوشوا علينا. لا يجب أن يشوشوا عليك، أنت هناك أنت تفرض رأيك، وليس هم الذين يفرضون علينا رأيهم. من الأحسن لنا أن لا نخرج ببيان أو لا نذهب أساسا إذا كان علمنا أنهم بهذه الطريقة. أما أن نتعذر ونقول هم خرجوا علينا وهم فعلوا وخرج هذا البيان الهزيل، فهذه هزيمة لنا. طيب أنتقل مجددا أو أنتقل الآن لرحب بالشيخ إبراهيم الدرسي عضو مجلس النواب. شيخ إبراهيم أهلا بك. تحية طيبة لك أستاذ أحمد وزملائي الكرام الذين معك وضيوفك ولكل متابعي قناتكم في وطننا الليبي العزيز. أنت لم تحضر اجتماعات القاهرة، لماذا شيخ إبراهيم؟ لماذا؟ لأني منذ سنوات ونحن في هذا العبث، العبث اللي هو الجري وراء السراب من غدامس إلى تونس إلى جنيف إلى مرور بالسيارات إلى باريس إلى باليرمو إلى أبو ظبي، انتهاء بالقاهرة، مع احترامي وتقديري للقاهرة ولدورها العروبي ودورها الكبير في دعم القوات المسلحة العربية الليبية. ولكن تفسيري للأمر وعدم ذهابي للقاء القاهرة وصفت بقاء فندق وأيضا تدوير لبعض القمامة، مع احترام تقديري للسادة النواب الشرفاء أو الذين في كثير منهم يعني خدعوهم باسم الوطنية وباسم لملمة يعني شتات المجلس النواب. هنالك شخصيات أخي أحمد نعلمها جميعا من البرلمان انتقدت القوات المسلحة العربية، وصفت شهدائنا بأقشع الأوصاف، سخروا من شهدائنا الذين غدر بهم في غريان والذين قدموا أرواحهم زكية على أبواب طرابلس، سخروا من دعم القوات المسلحة العربية الليبية. الآن يرون أن القوات المسلحة ستدخل طرابلس وأن تحرير طرابلس أمر لا مناص منه وأصبح قاب قوسين أدنى، وأن القوة العظمى في العالم باتت
سياسات تؤيد قيادة الجيش لدخول طرابلس. وبالمناسبة نحن في كبيرة العيد أستاذ أحمد كنا عند المشير في القيادة، فسألت الأستاذة الدكتورة الفاضلة سلطنة المسماري، قالت لها نحن تو بعد تحرير طرابلس يكون، قال ستكون لك حكومة وستنال الثقة من البرلمان. أعتقد أن هنالك شخصيات من داخل البرلمان ليس لديها عضوة، حتى أن يا أستاذ أحمد لا تستطيع أن تتجول بأقدام على أقدامها في شوارع مدنها وأمام ناخبيها، تريد أن تقفز على انتصارات الجيش، تريد أن تقتات من وراء انتصارات الجيش وتضحية الأبطال، وتريد أن تقول نحن نجمع مجلس النواب لكي نؤسس لحكومة. هذا الشيء نحن نعرفه جميعا كما صرح السادة النواب اللي حاضرين وحيهم جميعا وحي الباقين ممن يرى هذه الرؤية. أنا لا أحجر أحد، أنا أتمنى الخير لليبيا، أتمنى لن مجلس يعني. دعني أقرأ أيضا حديثك بصورة أخرى شيخ إبراهيم، أنت تعتقد أن عددا من أعضاء مجلس النواب المعارضين للجيش الداعمين للإرهاب أو شريحة أخرى من بعض أعضاء مجلس النواب أيضا اليوم مع الجيش ويوم ضده، هؤلاء هم الذين يحاولون اليوم القفز ربما على تضحيات الجيش وعلى انتصاراته، ويحاولون القطع الطريق أمامه بتشكيل حكومة قبل التحرير؟ نعم، هناك أيضا طوق نجاة لبعض الشخصيات التي كانت حليفة مع هذه الشخصيات النفعية التي تكلمت عنها أستاذ أحمد، يوم مع الجيش يوم ضدها، ويدورون أينما تدور مصالحهم. نعم نحن نعرفهم جيدا، نعرف من 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 نسق لهذا الاجتماع. يعني هنالك رغبتان، رغبة القاهرة ورغبة هؤلاء النواب التقت. نحن نثمن رغبة القاهرة، لا ننسى أن القاهرة يعني فاعل كبير داخل الساحة الليبية، وهم أيضا يعني يدافعون على مصالحهم في ليبيا، ويرون أن لهم لابد أن يكون لهم دور أيضا في الحكومة القائمة، يرون أن 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 مصر قدمت الكثير وبالتالي يجب أن تكون قريبة، وهذا من حقهم يعني سياسيا كحق الدول الحليفة التي لنا مع احترام واعتبار السيادة الليبية التي يمثلها البرلمان وتمثلها القيادة العامة للجيش الليبي. نعم أستاذ أحمد، هذا هو التفسير المنطقي لاجتماعات القاهرة. هنالك من نواب كثيرون يحملون الروح الوطنية، يتمنون السلام والسلامة لليبيا، ولكن كما قلت أنت قالوا ضيوفك، يعني كثير منهم جلبوا جلبا باسم لملمة مجلس النواب، ولكن في الحقيقة وفي طيات ذلك تلك الاجتماعات هنالك اجتماعات خفية من بعض النواب الذين يعلمون أنهم لا عضوة لهم مع القوات المسلحة ولا عضوة لهم مع الشعب مع شعوبهم، وبالتالي استقوا بمن قالوا أنهم زعلانين والله انشطار مجلس النواب اللي نال. كان بنحكي مع حد يا أستاذ أحمد، نحكي مع الشحيلي ونحكي مع خالد قسطى، هؤلاء إما نقنعهم يجوا وإما ما بينه وبينهم أن يدخل الجيش إلى طرابلس وسيحاكمون بتهمة الخيانة العظمى وتقسيم ليبيا. أما الكلام في الفنادق وحتى البيان الهزيل جدا جدا الذي لم يشهد لا من قريب ولا من بعيد لدعم القوات المسلحة في حرب ضد الإرهاب ونحن لا قال لك الضيوف أستاذ أحمد، الخارطة الطريق التي نؤمن بها جميعا هي الخارطة التي عرضها القيادة. لا يمكن أستاذ أحمد، لا يمكن بأي حال من الأحوال، أنا أتكلم عن حل سياسي ولا عن دستور ولا عن انتخابات حرة ونزيهة في ظل وجود وسطوة هذه ميليشيات العاصمة، لا يمكن بذلك. فلوا حال طرابلس ولننظفها نعيدها إلى حوزة الوطن، ثم بعد ذلك تكون حكومة تشرف على انتخابات بعد سنة وسنة ونصف ولا اللي يختار الليبيين، أو هنالك يكون هنالك لجنة لإعداد الدستور كما في الدول المجاورة يستفتح الشعب الليبي، تكون هناك مراحل دائمة انتخابات برلمانية انتخابات رئاسية بعد تحرير طرابلس. أما هؤلاء اللي قالوا كلام توا، بالله عليك وريني واحد منهم يقدر يحرك ولو أشبر في طرابلس من هذه الميليشيات. تعلم أستاذ أحمد ويعلم حتى زملائي أن هناك بعض النواب قادة ميليشيات في الغرب الليبي، قادة ميليشيات باشاغا، قائد كبير ميليشيات عمار ابو زريبه اللي من الزاويه، قائد ميليشيا هو ابن عمه ويهربوا في الغاز شهريا 7 مليار دولار. هؤلاء يا احمد بالله عليك كيف بيسلموا للدوله والجيش؟ هؤلاء يعلمون انهم لو قامت دوله ولو جيش ولو دستور ودوله القانون سيحاسبون وسيدعون السجون وتؤخذ منهم اموال الليبيين التي سلبوها. وبالتالي انا من الاول اعلم ان اجتماعات القاهره فندقه وعبث وتدوير للقمامه وإعادة الحياة في أجسام ميتة، الكل يعلم أنها لا تستطيع حتى أن تمشي راجلة في قراها ومش في المدن الكبيرة، حتى في القرى وبينها وبين أهلها لمواقفها المشينة أمام القوات المسلحة. يعني طيب ملخص حديثك،
ما جرى هو عبارة عن تدوير للقمامة، محاولة أيضا للالتفاف على انتصارات الجيش من قبل فئة راهنت على الميليشيات وخسرت رهانها، هي الآن تحاول ربما قطع الطريق أمام الجيش وقيادته، تحاول أيضا سرقة تضحيات الشعب الليبي بإنشاء حكومة وحدة وطنية مع الإخوان المسلمين ومع التيارات المتشددة الأخرى، بحجة أن البرلمان لم يصنف هذه الجماعة لأنها جماعة إرهابية، وكأن إرهابها يحتاج إلى تصنيف أو إلى دليل بعد كل هذه الأدلة على مدار السنوات الماضية. لكن هذه المحاولات برأيك إلى أين يمكن أن تصل؟ هل فعلا يمكن لهم أن يشكل حكومة؟ نحن الآن بالمرصاد. البطل المغوار علي التختالي والأستاذ علي والدكتور علي سعيد وكثير من أعضاء البرلمان، حتى اللي عدوا الأستاذ الدكتور علي سعيد يعدى، وتبين لنا الكلام اللي غادي غير صحيح، وان ما جرى في الغرف المغلقه ليس ما كانوا يتمنوه، وان كثير من النواب عادوا ويعني ويشعرون بالاسى والحزن. وبالتالي نحن نعلم انه طوق نجاة لبعض الشخصيات التي ارادت التي الحقيقه يعني نقول انحرقت ولم يعد لها رصيد لا سياسي داخلي ولا خارجي، وان هنالك شخصيات نعرفهم شخصيا ونحن نعلم من هم، ولولا ستر الله سبحانه وتعالى نذكر اسماءهم، ولكن نحذرهم نقول لهم لا تقفزوا على انتصارات الجيش، لا تقفزوا على اشلاء الشهداء، لا تقفزوا على 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 دموع امهات الشهداء، لا تقفزوا على امال الشعب الليبي، نريد حكومه وحده وطنيه، حكومه تكنوقراط، حكومه ناس وطنيين يذهبوا بهذه البلاد الى 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 بر الامان. الجيش العربي الليبي فعلا هو مع التدور السلمي مع الديمقراطيه، ولكن ايضا هو لن يسمح بهذه الاشياء المريبه والمعيبه ان تتحكم في 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 في, في, في مستقبل الليبيين، ولا ان تقفز عن سلطه الجيش. اعتقد ان محاوله بائسه ويائسه، واعتقد ان هؤلاء كشفوا عن انفسهم الغطاء وكشفت عنهم ورقه توت التي كانت تغطي عوراتهم، واصبحوا اكثر وضوحا نواياهم، اصبحت اكبر وضوحا لنا، كنا نواربهم، كنا يعني نجاملهم، اما الان سنقول لهم في عيونهم انتم اخطأتم، والعمليه لم تعد تحتمل. يا استاذ احمد، كثير من هؤلاء كانوا يقفزون ما بين الحكومه المؤقته وحكومه السراج، في من يقول لك نعم مع الجيش وكذا، ويجتمع مع حكومه السراج ووزرائهم. نحن في بنغازي سمعني فيها باللفظ يقول حاسه بيطان ولمعت كنادر، هؤلاء نعرفهم جميعا، وبالتالي لن يكون لهم اي موقف في المستقبل ان شاء الله باذن الله تتحرر طلب، بس هم يعلمون ذلك، يعلمون جيدا حتى العمل السياسي العالمي والاتجاه الدولي ان الجيش داخل طرابلس داخل، ويريدون ان يقفز. هناك من يريد ان يقفز المركب يا احمد، هنالك من يريد ان يقفز مركب الوفاق ومركب الميليشيات باش يطب عندنا، لكن هيئات لك من 2011 عن تو تعلمنا، ولا يلدغ المؤمن من جحر مرتين. استقبل الان الاستاذ الصرحين عبد النبي عضو مجلس النواب. استاذ الصرحين اهلا بك. اهلا وسهلا بك اخي احمد وبضيوف الكرام والزملاء الساده النواب المشاركين. استاذ الصرحين، هل نجح بعض اعضاء مجلس النواب المتشددين الداعمين للارهاب المناصرين للتنظيمات التابعه لتيار الاسلام السياسي، هل نجحوا في اختراق اجتماعات القاهره؟ أستاذ صرحين عبد النبي، فقدنا الاتصال به. أعود مجددا إلى دكتور العربي الورفلي. نعم دكتور، الفقرة الثالثة في البيان الختامي الصادر عن اجتماعات أعضاء مجلس النواب في القاهرة تتحدث عن التمسك بمدنية الدولة والخيار الديمقراطي، بالتأكيد هذا مبدأ عام لا غبار عليه، لكن هم أيضا تحدثوا عن التمسك بالإعلان الدستوري في المرحلة القادمة. هل تعتقد أن هذا الإعلان المفخخ الذي يقول الكثير أنه صناعة إخوانية قادر فعلا على إدارة المرحلة القادمة؟ بالتأكيد أخي أحمد، الإعلان الدستوري هذا صياغة من المجلس الانتقالي، وما زال قاعدين يزحردوا فيه لين وصلنا الآن في 2019، وإعلان دستوري مصاغ وفق مقاسات معينة وفق نصوص معينة كانت نتيجة المؤتمر الوطني الفاشل، وثم بعد ذلك الانتخابات أيضا 2014 انتخاب مجلس النواب. يعني هذه الفقرة مدنية الدولة والديمقراطية وحقوق الإنسان وهذه الأمور، هذه مبادئ يعني يتفق عليها الجميع، هذه مبادئ سائرة في كل الدول، ولكن المبدأ اللي بنأكدوا عليه نحن، اللي بنأكدوا عليه ومؤمنين به كل الليبيين،
هو حماية الوطن والمواطن، الجانب الأمني، الجانب العسكري. يا سيدي، حتى لا ننسى ولتذكير السادة أعضاء مجلس النواب ست سرقيوة، 2014 كانت فيه انتخابات، وكان مجلس النواب ينوي عقد جلسة في طرابلس في روكسس، لزهم المؤتمر الوطني، طردهم، قال لهم ولا يمكن تعقدوا جلسة، مشوا طبرق تحت حماية المؤسسة العسكرية وبعض الناس من أهالي طبرق، حضنتهم هذه المدينة وحضنهم أهل الشرق وقدموا لهم كل المساعدات. اللي نبي نوصل له أن في ذلك الوقت لم يكن هناك جيش يضمن ويحمي مجلس النواب كمؤسسة تشريعية، الجيش هو الضامن، يعني جيوش الدول في كل دول العالم، أبدأها من النموذج المصري يا سيدي، لا 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 حتى لا نذهب بعيدا، الجيش المصري كان ضامن للانتخابات المصرية، كان ضامن للدستور المصري، كان ضامن للاستفتاء، كان ضامن لكل المؤسسات، يحمي الوطن والمواطن. هذا الذي نحن نريد أن نصل إليه. أما مجلس النواب بتركيبته الحالية وهذا الانقسام وهذا الفشل أصبح جزء من المشكلة، ليس جزء من الحل. لما أن مجلس النواب يقول لي والله يعني بنحلحل الأزمة السياسية، تبقى وين كنت أنت؟ ليش ما حليتوهاش من 2014؟ ما هي سبحان الله انقسمتوا على أنفسكم، مجموعة قاعدة تدعم في مجر ليبيا ومجموعة في طبرق، أليس هذا انقسام؟ يعني قصدي الآن نحن لسنا بصدد تشكيل أجسام أخرى، يعني حكومة وحدة وطنية، لسنا بصدد هذا. نحن علينا التضافر جميعا كمواطنين وكمجلس نواب شرفاء وخاطبهم بدعم المؤسسة العسكرية، فهي الملاذ الآمن، فهي الملاذ الآمن، وإلا فأبشروا بهذه الميليشيات الموجودة الجاتمة على صدور الناس. لقدر الله لو حصل شيء في هذه المؤسسة العسكرية اللي دعمناها سوف ندخل في مازق آخر، ولن يكون هناك شيء اسمه حكومة وحدة وطنية، ولن يكون هناك شيء اسمه مجلس نواب، ولن على الأقل دعونا ندخل في مرحلة انتقالية واضحة كما قالت القيادة العسكرية للجيش الليبي، تحرير طرابلس هذا مسار عسكري أمني، القضاء على الميليشيات وتحرير المؤسسات. يا أخي أنت تحكي لي على حكومة وحدة وطنية ومؤسساتك المالية تحت تصرف الميليشيات وتحت تصرف الأخوان، تحرير المؤسسات الليبية وتوحيدها، الدخول في مرحلة انتقالية، ولو نؤسس لمجلس تأسيسي، ما المانع من ذلك؟ هذه الأجسام فلنلغيها، هذه الأجسام لا يريدها الشعب الليبي، لقد ضاق درعا بها. والله لو أسأل المواطنين في الشارع يقول لك أي مجلس نواب يا راجل، مجلس نواب يحكي لي على حل أزمة سياسية، أنت يا مجلس نواب من 2014 وأنت تحكي لي على حل الأزمة السياسية، أنت مالكش قادر تصدر بيان تدعم فيه الجيش، وفي مصر الداعم للجيش تجي تقول لي يعني تم اختراقكم من داخل الاجتماع، بعثوا لكم وحيد باش يطلعون بيان غامض، بيان مشبوه، بيان مثير للجدل، ويحكي عليه نقطة خامسة، قال لك والله بنشكل حكومة وحدة وطنية، تاو الناس يسمعوا فينا وطرحوا الآراء على الناس في الشارع الليبي. ما عادش يبوه حاجة اسمها مجلس نواب، ولا عاد يبوه هذه الوجوه اللي تخرج، يعني تو احنا سبحان الله ماشي هي هذه مثلا السرقاوي، تواضح هذه دعم ميليشيات. يا ناس انتبهوا، هذه واضح كانت تجتمع مع الإخوان في تركيا، تجتمع مع الإخوان في تونس، تجتمع مع السويحلي، مع من دمر لنا المطارات وتدعم فيهم، وثم تأتي كعضو مجلس النواب مستفيدة من الحصانة ومستفيدة من هذه الأمور وذهبت للقاهرة، وأنا متأكد من ذلك أنه تم اختراق اجتماع القاهرة ولم يصدر حتى، والله نواجعني الحال، يعني مجلس النواب لا يصدر ولا نقطة واحدة يدعم فيها الجيش. طيب دعني أنتقل بهذا الحديث وهذا السؤال إلى الأستاذ الصالحين عبد النبي عضو مجلس النواب. أستاذ الصالحين أهلا بك. هل نجح نواب تيار الإسلام السياسي الداعمين للإرهاب في اختراق اجتماعات القاهرة؟ هو زي ما كنت في بداية سردي وانقضى على اتفاق من لما دعتنا اللجنة السرية العليا واجتمعنا معهم في وصولنا في اليوم الأول، فكان هدفهم هو لملمة شتات مجلس النواب، لأن الأخوة المصريين يروا أن مجلس النواب هذا هو السلطة التشريعية الوحيدة والتي انتخبوها الليبيين آخر جلسة من انتخاب الليبيين، فالأخوة المصريين يريدوا أن يحافظوا على مجلس النواب في الواجهة السياسية، ربما لإنهاء المجلس الرئاسي ومجلس الدولة حتى الاستحقاقات القادمة. هذا كان الهدف الأساسي اللي داعي لها اللجنة، تناقشنا في هذا كثيرا، مطلقا
اجتمعنا في مجلس النواب المصري وصار النقاشات ومجادلات. المهم الأخوة النواب اللي موجودين في طرابلس، المجموعة اللي وصلت منهم كان غايتهم وغرضهم هو اسمح بي. نعم أسمع عليك. ألو أسمع عليك جيدا أستاذ الصلحي. كان الهدف والغرض منهم هو إيقاف الحرب في طرابلس، فقلنا لهم هذا كلام لن نوافق عليه ولن يكتب ولن يتمشى، هذه عملية يقوم بها الجيش لتطهير طرابلس من الميليشيات المتحكمة فيها ومن الإرهابيين والعصابات والمجرمين، وانتم موجودين في طرابلس وتعرفوا هذا الكلام. نحن دعتنا هذه اللجنة لدم شتات مجلس النواب والمحافظة على وحدة التراب الليبي، هذين النقاط الأساسية. وأما موضوع الجيش هذا أنتم ما تمشي علاقة به، هذا الجيش ماشي قائم بشغلة وقائم بوجهته. لماذا لم تتكلموا على بنغازي؟ استمرت الحرب 3 سنوات وبعدها درنا وبعدها جنوب قام بها الجيش. هل هذه ليست مدينة ليبية وطرابلس فقط هي المدينة الليبية ويسكنونها الليبيين؟ معناها أنتم جايين هنا مجندين لهذه الإجراءات. هذا الكلام مجموعة أصرينا أن موضوع إيقاف الحرب والموضوع هذا لن يكتب إطلاقا في هذا البيان. أستاذ صالحين، إذن أنت تؤكد أنكم دخلتم في ربما صراع سياسي بين هلالين مع عدد آخر من أعضاء مجلس النواب حاولوا خلال الأيام الماضية دس جملة طلب وقف إطلاق النار في البيان الختامي، هذا الأمر فشلوا فيه تماما. لكن أيضا دكتور علي التكبالي يعتقد أن صدور البيان بهذه الكيفية التي وصفها بالخبيثة يعد أيضا هزيمة سياسية. أريد البيان، أنت لما تقرأه أنا أعتقد أن البيان هذا عادي جدا. نحن مهمنا أن مؤسستنا العسكرية قائمة وبوجبها وشغلها، ولن يستطيع أحد أن يتجرأ الوقف ضدها. الأخوة اللجنة المصرية المكلفة بالملف الليبي حاضرة، وكل كلمة مصورة ومشزلة، وكل إجراء تم مصور ومشزل، وسوف ترى هذه التسجيلات وهذه. لكن هناك من اعتقد أو قال أن طلب تشكيل حكومة وحدة وطنية قبل التحرير كما ورد في البيان هي أيضا نقطة خطيرة ومثيرة، هل سندخل في محاصصة مع هذه التيارات الإرهابية قبل إعلان تحرير البلاد؟ في تشكيل حكومة الوحدة الوطنية هذه بعد تحرير العاصمة طرابلس. لكن لماذا لم يذكر البيان لم يذكر أن تشكيل حكومة الوحدة الوطنية سيكون بعد التحرير، بل قال أنهم سيدعون كافة أعضاء مجلس النواب للاجتماع في أي مدينة ليبية وتشكيل حكومة وحدة وطنية؟ يا أحمد نحن كنا حاضرين في المشهد وحتجد الفيديوهات، نحن كنا قاعدين وثلاث أيام نحن بهذا الصراع. أنا لا أشكك في نواياكم أستاذ الصلحين عبد النبي، لكن الطرف الآخر خبيث جدا، هو دس جملة واضحة في حكومة وحدة وطنية في جلسة قادمة واضحة، وأيضا أكد عليها مجلس النواب في خطابه أن بعد تحرير طرابلس هذه تشكل الحكومة. طيب لماذا لم تذكروا ذلك صراحة؟ لماذا لم تقولوا تشكيل حكومة وحدة وطنية بعد إعلان التحرير؟ نحن يا أحمد قاعدين في دولة مستضيفة وقاعدين في 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 في, في صراعات، الناس اللي قاعدة برا مش عارفة شيء، نحن قاعدين. لكن هذا الأمر خطير يا أستاذ الصلحين، قد يستغل أعضاء مجلس النواب الداعمين للإرهاب هذه الفقرة وهذا البيان في تشكيل حكومة في المرحلة القادمة قبل التحرير، ويستندون إلى مخرجات اجتماعات القاهرة. يا أحمد أنا شخصيا ومعي كثير لن يزايد علينا أحد، سواء في الوطن ولا في دعم الجيش ولا في القيادة ولا علاقتنا بها، ويعلم الله إيش قلنا وإيش قدمنا، حتى تطلع لك في الفيديوهات إن شاء الله حيصل كل الكلام. طيب وهذا ليس تشكيك في وطنيتك أو في دعمك للجيش، لكن نحن نتحدث الآن عن دهاء الطرف الآخر التابع لتيار الإسلام السياسي خبثة وتمكنه من دس هذه العبارات
في البيانات كهذا البيان الختامي كما وصفه دكتور علي التكبالي. أنتقل الآن إلى الأستاذ الدكتور محمد العباني مجددا عضو مجلس النواب. أستاذ محمد هل أنت معي؟ نعم معك. دكتور، تشكيل حكومة في أقرب فرصة، هل هو إعلان لتشكيل الحكومة قبل التحرير؟ ما يدور في الشارع الليبي وما تتناوله وسائل الإعلام وخاصة وسائل التواصل الاجتماعي من أن الحكومة تتشكل وستشكل وأسماء تطرح، كل ذلك مجرد تسريبات، فلا حكومة قبل تحرير طرابلس. طيب، سواء لا حكومة قبل تحرير طرابلس كما تؤكد دكتور محمد العباني، لكن أيضا قبل قليل دكتور علي التكبالي وجه حديثه مباشرة إليك ومستهلا حديثه بمقدمة عن دورك النضالي والوطني، لكن أضاف أن حضوركم إلى جانب عدد آخر من النواب الوطنيين في هذا الاجتماع ربما هو هزيمة سياسية بعد خروج البيان الهزيل بهذه الصورة الخبيثة كما وصفها. أحترم جدا رأي زميلي، ولكننا نختلف في وجهات النظر. شخصيا حضرت وبقوة في هذا اللقاء دعما للمبادئ والمواقف التي تبنيناها من خلال حركة الكرامة ومن خلال مجلس النواب ومن خلال العمل الوطني، سواء على مستوى الأحزاب أو على مستوى المنظمات، وهذا ما كان علي التكبالي شريكا لي في تلك الأعمال والتي سبقت مجلس النواب وسبقت بداية الكرامة في بنغازي. كل ذلك دفعني إلى الحضور والدفاع عن هذه القيم وعن هذه المنجزات. ونحن نرى بأن ما يدور على تقوم طرابلس هو عمل وطني مقدس يقوم به الجيش الليبي الذي تم إعادة بنائه بموجب القانون رقم 1 لسنة 2015 الصادر عن هذا المجلس، عن مجلس النواب الذي ننتقده هذا اليوم. هذا المجلس هو الذي أصدر القانون رقم 1 بإنشاء القيادة العامة للقوات المسلحة، وهو الذي عين السيد اللواء خليفة بن جاسم حفتر في ذلك الوقت ورقاه إلى رتبة فريق، ومن بعد رقاه إلى رتبة مشير. هذا المجلس الذي هو القائد العام للقوات المسلحة، القائد الأعلى للقوات المسلحة. هذا المجلس الآن في محاولة جمهورية مصر العربية من إعادة بعث الحياة فيه ليلعب دورا سياسيا بارزا بعد أن أرهقه وعارضه ووضع كل العراقيل أمامه، التيار السياسي والتيارات الإرهابية وبعض الزملاء النواب الذين ينتمون إلى هذه الميليشيات، إعادة ترميم جدار أو إعادة ترميم هذا المجلس هو عمل سياسي تبنته جمهورية مصر العربية وسيؤتي ثماره على الساحة الليبية وعلى الساحة الدولية، لأنه عندما ينتج هذا الشريك سيكون هو المعبر عن الشعب الليبي دوليا في المنظمات وفي الأمم المتحدة وفي مجلس الأمن، وسيتم تحت انبساط من تحت ما سمي باتفاق الصغيرات والمجلس الرئاسي وحكومته الفاشلة. إنها محاولة سياسية لإعادة بعث الحياة في مجلس النواب. دكتور محمد العباني عضو مجلس النواب، شكرا جزيلا لك. أنتقل الآن إلى الأستاذ بشير الأحمر عضو مجلس النواب عن جنزور. أستاذ بشير أهلا بك. أهلا بك أستاذ أحمد وبكل متابعي قناتكم. أستاذ بشير الأحمر، هل حضر اجتماعات القاهرة؟ لا، لم أحضر اجتماعات القاهرة. لماذا؟ ألو، لماذا لم تحضر اجتماعات القاهرة؟
بكل صراحة أستاذ أحمد، أنا أقدر دور مصر ودورها في دعم المؤسسة العسكرية ودعم المؤسسة التشريعية كمجلس نواب، ووقوفها بجانب الشعب الليبي في مكافحة الإرهاب، ولكن كنائب على في المجلس النواب الليبي لم تصلني أي دعوة رسمية، ولم نبلغ من هيئة الرئاسة أو من مكتب مجلس شؤون النواب بهذه الدعوة، وكانت دعوة مبهمة وبين يتحاور فيها الزملاء في غرف التواصل الاجتماعي، ولم تكن دعوة رسمية من وجهة نظري، ولهذا السبب لم أشارك في هذه. طيب كيف تعلق على البيان الختامي الصادر عن هذه الاجتماعات أستاذ بشير؟ بكل صراحة أنا أقول هذا الاجتماع بكل صراحة المكسب الوحيد الذي يحصل في هذا اللقاء الزملاء في مصر، أنه هو بين للشعب الليبي ولكل متابعي الأحداث وما يجري في ليبيا أن المجتمعين في مصر وهم ممثلين في مجلس النواب الليبي وهم الذين يحق لهم تحدث باسم مجلس النواب الليبي، ويبين أن من جلس في طرابلس والمجموعة التي تحاول انقسام أو تفتيت مجلس النواب والتي اجتمعت في طرابلس أن هي مجموعة لا تمثل مجلس النواب، وهذا هو المكسب الوحيد. أما من يتحدث على وحدة التراب الليبي ما صدر من بيان، وحدة التراب الليبي جزء من البرلمان كان سبب في انقسام، وهذا دليل على عدم التوحيد. والآن الحديث على اجتماعات وعلى حوارات، أنا من وجهة نظري الهدف الأساسي من وراء هذا الاجتماع هو وقف الحرب ووقف مسيرة الجيش في تحرير الوطن من الإرهاب، هذا هو السبب الرئيسي. وبكل صراحة الآن من يتحدث على حكومة أو يتحدث على أي موضوع سياسي قبل الحسم العسكري وإنهاء هذا جرثومة الخبيثة التي تحاول أن تمد عروقها داخل أرضنا الطاهرة، قبل انتزاع هذه الشوكة لا يستطيع أحد أن يتحدث حكومة أو أي بعد تحرير الوطن باستطاعتنا الجلوس والتفكير في عملية تشكيل حكومة أو إصدار قانون لانتخابات تلغي كل هذه الأجسام السياسية ويقوم في جسم جديد يكون ويعمل مع المؤسسة العسكرية لاستقرار الوطن. شكرا جزيلا لك الأستاذ بشير الأحمر عضو مجلس النواب عن جنزور. أختم معك دكتور العربي الورفلي، إذن عدد من أعضاء مجلس النواب الذين تسللوا إلى اجتماعات القاهرة حاولوا فرض وقف إطلاق النار ووقف المعركة ضد التنظيمات الإرهابية، وحاولوا أيضا تشكيل حكومة سموها حكومة وحدة وطنية قبل التحرير. هذا واضح يا دكتور أحمد، تم اختراق هذا الاجتماع، هذا الأمر واضح من بيانهم، يعني خلل بيان من الإشارة إلى المؤسسة العسكرية التي الآن تخوض حرب ضد الميليشيات الموجودة في مدينة طرابلس والتي سببت في مشاكل لمجلس النواب. تم الاختراق من هذه المجموعة.